البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد اخر. اليوم غادي نشارك معكم كما طلبوني شي بنات العطور ديال الجسم، يعني لي بادي ميست ولا اللي كيعطروا لنا غير الجسم وما كيكونش فيهم بعض المرات الالكول، وكيبقى ديك الريحه غير في الذات، يعني ملي كندوشو كنديروهم على الذات نيشان. نتمنى تكونوا فهمتوني. وهادو صراحه انا ديما كنشريهم ضروري من مورا الدوش، كنديرهم صراحه كيخليو لي الريحه في الذات ديالي فنه. غادي نبدا معكم اللي كنشريه دائما، يعني واخا ما كتشوفهمش في المشتريات بعض المرات، يعني كنقول ما كاينش علاش نعاودهم في الاعاده في المشتريات، كنحيدهم وكندير داكشي اللي غيفيدكم اللي كيكون جديد. هادو غتكونوا شفتوه معايا في فيديوهات القدام. هذا بادي ميست هذا الصراحه خطير جدا، وكما كتشوفوا هذا بالفريز الصراحه واحد البغيم اللي واعره بزاف بزاف، يعني واحد الريحه فنه ديرها في الدات ديالك غتبقى. وكما كتشوفوا كاينه ديال الفاني، كنت شاركت معكم ديال الفاني غير فاش تسالات الحته وخديت انا عاود هادي تاع الفاني، كتصلح غير فتره البرد، كتكون قاصحه الا كثرتي منها كتكون قاصحه. هادي كتجي منعشه وخفيفه، كتصلح في الصيف وكتجي خفيفه حتى في الشمه ديالها. وكما كتشوفوا سميتها لاف سيديوس، ما هي صراحه هادي واعره بزاف. وكناخذها في هاي باقي الثمن 2.99 وفيها شحال من ايميل، فيها 250 ايميل نفسها، غير بدلو ليها الباكاجين ولا الشكل ديالها. هو هذا، هي هذه حتى هي لاف اند سيديوس، عجبني انا هذا الشكل ديالها حتى هي، عاود تخديتها حيت بعض المرات فاش كنمشي للمحل كنلقاهم طيروهم، وفاش كنمشي فاش كنشريهم اونلاين كنلقاهم. فيها هذه غير زايده ب 236 ايميل، زايده شويه على هذيك، ونفس الريحه ونفس نفس زعما الريحه كما قلت لكم، وبنفس الثمن يعني ب 2.99 حتى هي، غير هذه زايده في المليلتر. الحاجه الاخرى البنات اللي غيسولوني، هادو راه كناخذهم من بريمور. بريمور راه خليت لكم الطريقه الا بغيتو تشريو، خليت لكم الطريقه الا بغيتو تشريو اونلاين بحالاش. والبنات اللي بعيد عليهم المحل راه ديما كنقولها لكم في الفيديو، البنات اللي بعيد عليهم المحل راه خليت لكم بحالاش تشريو اونلاين وبحالاش تخلصوا. واللي ما عند اللي بغى تخلص بالترخيط راه ممكن، واللي ما بغاتش غير حتى تفوت 20 يورو ديال المشتريات وغيوصلها حتى للدار عاد كتخلص. نتمنى نكون فهمتكم مزيان. هذا حتى هو واحد بادي ميست، ولكن بادي ميست اللي كيعطيك واحد الاضاءه طبيعيه في الذات، كيعطي الريحه، كيعطي شنو نقول لكم، بحال اللي كيعطيك واحد البريق ولا واحد اللمعه طبيعيه ما كتجيش معيقه. هذا كيصلح في الصيف، كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا لكم هذيك اللمعه، ما عادش غتبان لا هي، راه كتبان خفيفه ماشي واحد اللمعه اللي كتكون معيقه، كتبان واحد اللمعه طبيعيه. وهذا حتى هو راه كناخذو من بريمور البنات، خديته بشي اورو شي حاجه، ثمن مناسب والريحه ديالها ديال المانجو، يعني مخلط الفواكه فنه بزاف. غير هذا بادي ميست ولكن كيعطي كما قلت لكم لمعه. بادي ميست الاخر من نفس لاغام ديال هذا اللي كيعطي اللمعه، هو هذا ديال فيه الباباي، الريحه ديالو فنه كما كتشوفوا قربت نسالي. هذا حتى هو الريحه ديالو منعشه وكتبقى في الذات وزوينه، كتشوفوا نتمنى يكون كيبان لكم. هذا كما قلت لكم راه كناخذو حتى هو في بريمور. نصيحه البنات، راه بريمور في اونلاين كيكونوا فيه منتوجات اللي ما كيكونوش في تيندا، حيت البنات اللي كيقولوا لي كنمشيو للمحل ما كنلقاوش المنتوجات، راه بعض المرات راه كيكون اونلاين احسن مليون في المية من المحل. وبعض المرات كيديروا لك واحد ديسكوينتو ولا واحد التخفيض، ملي كتوصل للتوتال كيديروا لك واحد التخفيض، بعض المرات كينقصوا لك 3 اورو ولا 2 اورو على حساب هذاك النهار واش دايرين اوفرتا. وهذا كما كنت شاركته معكم في اخر مشتريات، هذا ميني بادي ميست كما كنسميه. هذا زوين، هذا للسفر كما كتشوف راه ما كيهزش بزاف، صغير وكتقدروا تديوه في السفر ديالكم، خفيف ولا تهزوا حتى في الساك ديالكم. وهذا بلات ملي كدوشوا كديروا على الدات ديالكم كتلبسوا الحوايج راه كتبقى الريحه حتى في الحوايج، راه خطير بزاف. وخا صغير
ما تحقروهش، راه مفعول ديالو كبير كما كيقولوا، وهذا وقيلا غير اورو، وها السميه ديالو رماجه. نتمنى تكون كتبان لكم. هذا حتى هو فن بزاف. فادي مثل الاخر اللي كان اللي خديت هو هذا من افون ناتشورال، هذا افون البنات راه كاينه في اسبانيا، وغادي نعاودها لكم بزاف د المرات حيت نفس السؤال كيطرح عليا، داكشي ما كنجاوبش في الكومونتير على الاسئله اللي كيتعاودوا على الحاجه اللي كنكون كنهضر عليها اصلا في الفيديو. هذا البنات راه من افون كاينه في اسبانيا، وكتباع في الكتالوج، وقلت لكم تشوفوا شي بنت قريبه لكم عندها الكتالوج وكتشروا من عندها، وحتى كتجيب لكم منتوجات عاد كتخلصوه. نكونوا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا كناخذو من بريمو، حتى هو الريحه ديالو زوينه، كتحسوا بديك القرفه وبحال دوك فروتوس الروخوس، الصراحه زوين ما بيش، ولكن ما ماشي داك اللي غادي يدوم لك بزاف، يعني ديك الساعه صافي ويمشي. هذا يعني مقبول، يعني ماشي نقول لكم فيه الريحه وكل شيء، ولكن ما كدومش بزاف. اخر حاجه غادي نشارك معكم هذا البادي سبراي من افون، هذا ديال واحد البارفان اللي سميتها افون الفا. هذا صراحه يا البنات خطيره بزاف بزاف بزاف، اللي شمها فيكم غي راه مستحيل ما يسولكمش منين اش من بارفان دايرين. هذه خطيره يا البنات، و كانوا اوفرت 17 يورو هذه، وكريمه ديال الذات وبارفان، صراحه خطيره، او دو بارفان ومجهده بزاف وكدوم بزاف بزاف. البنات اللي مثلا بغاتها تاخذها في افور راه كاينه. هذا هو اخر حاجه غادي نشارك معكم. كما قلت لكم الا بغيتو نعاود معكم مجموعه عطوري ولا الكوليكسيون ديال العطور ديالي، خليوها لي في كومونتير، حيت كنت درتها لكم شحال هذه، ودابا تزادوا عليا تزادوا عندي روايح اخرين زوينين مجربين، وبغيت نشاركهم معكم ديال الصيف وديال الشتاء. الا بغيتو خليوها لي كومونتير، وان شاء الله غادي نصور لكم فيديو بالتفصيل على كل بارفان، الثمن ديالو فين خديتو، وشحال كيدوم، واش يستاهل تشريه ولا ما يستاهلش. خليت لكم راحة البال، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامة.